ترتيب المحاكم المدنية. المحاكم المدنية حضرات، في منها محاكم أول درجة، وهناك محاكم تاني درجة، وهناك محكمة النقض. مرة تانية، المحاكم المدنية لها ترتيب معين. أول هذا الترتيب محاكم أول درجة، ثم بعد ذلك محاكم تاني درجة، ثم بعد ذلك محكمة النقض. محاكم أول درجة بتضم المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية. المحاكم الجزئية بتوجد في دايرة كل اسم أو مركز شرطة تابع لمحافظات مصر، وتختص المحكمة الجزئية بالدعاوى والمنازعات التي لا تزيد عن 40,000 جنيه. أيضاً تختص المحكمة الجزئية بدعاوى ومنازعات معينة وردت في القانون على سبيل الحصر حتى ولو زادت قيمتها عن 40,000 جنيه. زي حضرتك كده دعاوى صحة التوقيع، دعاوى تسليم العقار الأصلية، دعاوى تسليم العقار الأصلية، دعاوى قسمة المال الشائع، دعاوى اسمة مال شائع، دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات، دعاوى تطهير الترع والمساقي والمصارف. دي يا أستاذ دعاوى، إنجاز التعبير، تختص بها المحكمة الجزئية اختصاص نوعي، أي بصرف النظر عن قيمة الدعوة حتى لو زادت عن 40,000 جنيه. يعني جالك أحد أفراد المجتمع وقال لك ارفع لي دعوة صحة توقيع، أنا اشتريت شقة بمليون جنيه. دعوة صحة التوقيع أستاذ اختصاص نوعي محكمة جزئية، اختصاص نوعي محكمة جزئية. إلى جانب المحاكم الجزئية هناك المحاكم الابتدائية، وهي المحكمة التي تنظر في الدعاوى والمنازعات التي تزيد عن 40,000 جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة. المحكمة الابتدائية يا أستاذ بتوجد في المدينة التي تعد عاصمة المحافظة. المحكمة الابتدائية بتوجد في المدينة التي تعد عاصمة المحافظة باستثناء محافظة القاهرة اللي فيها محكمتين ابتدائيتين، ولكن هذا الوضع كان قبل 2015. هذا الوضع كان قبل 2015. بعد صدور قانون 93 لسنة 2015 أصبحت محافظة القاهرة فيها 4 محاكم ابتدائية. محافظة الجيزة بقى فيها محكمتين ابتدائيتين. محافظة القليوبية بقى فيها محكمتين ابتدائيتين. وأيضا محافظة الغربية والشرقية واسكندرية والبحيرة والدهقلية وأسيوط. تاني،
الوضع بعد 2015، بعد قانون 93 لسنة 2015، أصبح في محافظة زي محافظة القاهرة 4 محاكم ابتدائية، شمال وجنوب والقاهرة الجديدة وحلوان. محافظة الجيزة بقى فيها 2 محكمتين ابتدائيتين، شمال وجنوب. محافظة القليوبية بقى فيها 2، في مدينة بنها وفي شبرا الخيمة. محافظة الغربية بقى في 2 محكمة في طنطا و2 محكمة في المحلة. محافظة اسكندرية بقى في 2 محكمة شرق اسكندرية الابتدائية و2 محكمة غرب اسكندرية الابتدائية، وهكذا بالنسبة لمحافظة البحيرة، محافظة الشرقية، محافظة الدهقلية ومحافظة أسيوط. وأصبح لمحافظة مطروح 2 محكمة ابتدائية مستقلة ومحافظة الوادي الجديد. محاكم تاني درجة بتضم محاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. محاكم تاني درجة بتضم محاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. مع الوضع في الاعتبار يا أساتذة أنه يوجد في التنظيم القضائي المصري 8 محاكم استئناف عالي. مع الوضع في الاعتبار أنه يوجد في التنظيم القضائي المصري 8 محاكم استئناف عالي، 8 مش 9. محكمة استئناف القاهرة، محكمة استئناف طنطا، محكمة استئناف اسكندرية، محكمة استئناف المنصورة، محكمة استئناف اسماعيلية وبني سويف وأسيوط وإنا، 8. قاهرة تاني، القاهرة، طنطا، اسكندرية، المنصورة، اسماعيلية وبني سويف وأسيوط وإنا، 8. يوجد في التنظيم القضائي المصري 8 محاكم استئناف عالي، بينما المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بتوجد في مقر كل محكمة ابتدائية. توجد المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في مكان وجود المحكمة الابتدائية. محكمة النقض هي محكمة واحدة موجودة على قمة التنظيم القضائي المصري. القانون أسند إليها مهمة التأكد من صحة التطبيق القضائي للقانون من خلال الفصل في الطعون بالنقض وفقاً لحالات وشروط معينة نص عليها القانون.